سلام الإخوان، في جديد يعني آخر ما كاين في أخبار البارسا، يعني بكل صراحة، ألا وهو المؤتمر الصحفي الذي قام به لابورتا يعني لشرح بعض الأشياء التي وقعت مؤخرا ووقعت في فترة رئاسته. أولا نتطرق إلى خروج كسافي. يعني لابورتا فسر سبب خروج كسافي، يعني قال نحترم كسافي، وكسافي يعني قام بعمل جيد في ظروف يعني صعبة، ولكن يعني سبب الخروج تاع كسافي رجعوا لابورتا، يعني قال بانه كان هناك تفاهم مع كسافي انه يستمر بدون ان يطالب بصفقات كبيره. فاذا بكسافي اخل بوعده وطالبنا في مؤتمر صحفي بصفقات كبيره، وقال باننا لن نستطيع ان ننافس ريال مدريد. يعني هذه الحركه اللي قام بها كسافي هي التي ادت حسب راي لابورتا طبعا، هي التي ادت الى خروج كسافي من برشلونه. هذه يعني واحد القضيه اللي كنا هضرنا فيها سابقا. لابورتا الان يعني يبرر بعض الاعمال التي قام بها في فتره رئاسته. يعني ثاني قال فيما يخص يعني بسوق الانتقالات، يعني بالحرف الواحد قال لابورتا: لا نفكر في بيع نجومنا ولا نفكر في تعاقدات كبيره. يعني المشجع فهم انت كي تبغي وفسر الامور كما تريد. يعني لابورتا جمعها من التالي، وكاع ديك الهضره اللي كنا كنقولوا والصحافه كتقولوا سوا، قلت لكم قلت مره ما كاين والو، خليونا حتى نشوفوا واش كاين شي اموال، واش كاين شي حاجه. دابا هي قرارات رسميه، هذه ماشي هضره صحافه، ماشي هضره يعني. وحتى لابورتا انا اقولها واؤكد كذلك بان لابورتا يقول كلام الان، ولكن لو تدخل الاموال سيشتري، ولكن في الوضعيه الراهنه وحسب يعني الموجود داخل النادي، ويعني وحسب الظروف الاقتصاديه والظروف يعني الكل يعني تحت فليك ساهم في هذه الوضعيه هذه، حينما قال بانه يعني جل العناصر الموجوده في البارسا يعني عناصر ممتازه، ينقصها فقط بعض يعني التكتيكات وبعض القوه البدنيه. هذا ادى بلابورتا يعني لواحد الحاله نتاع الاطمئنان، يعني بغى يشوف بانه الفشل نتاع الفريق كان فشل كسافي وليس فشل يعني لاعبين. يعني هذه الامور هذه ستتبين لاحقا، ليس الان، لان تبدا البطوله عاد غادي نعرفوا هل كان لابورتا محقا، هل كان كسافي محقا، وهل كان فليك خاطئا. هذه الامور غادي نخليوها للمستقبل، ولكن ما يهمنا الان هو التصريح نتاع لابورتا. يعني هذا التصريح ما قالوش غير من باب الصدفه، ولكن جمع بعض المعلومات وجمع بعض الاشياء، خصوصا يعني من فليك. ما تنساوش بانه فليك يتابع البارسا يعني منذ يعني راس السنه الماضيه، نهار اللي كسافي قال بانه غادي يمشي ورجعوه تما فليك مهتم بامور البارسا، وقيل بانه تابع كل اللاعبين في البارسا، يعني لاعب بلاعب، يعني شد كل لاعب ودار له بروفايل ديالو، يعني دار له واحد المساله ديال دراسه خاصه لكل لاعب. فالاستنتاجات نتاع فليك كتقول بانه يقدر يلعب بهاد اللاعبين، وكيطالب بعض اللاعبين يعني ولو شي حاجه قليله. حتى لابورتا يعني من خرج بهاد التصريحات قال لن نبيع نجومنا، وقال كذلك اللهم اذا يعني الا جا شي اوفر يعني شي عرض ضخم تما يمكن نبيعو نشريو حاجه اخرى. وقال لن نقوم بتعاقدات كبرى. ما معنى تعاقدات كبرى؟ يعني ما كانش شي نجم كبير جاي، فبداو تسيليكسيونيو النجوم اللي حاطينها المشجعين واللي حاطينها حطها الصحافه الكتالونيه، يلا بداو تيليمينيو، راه ما كاين حتى شي نجم غادي يجي. اللهم اقول اذا خرج نجم سيعوض بنجم. فليك يعني طلب ببقاء ديونغ، طلب ببقاء اراوخو، طلب ببقاء ليفاندوفسكي، هادو هما النجوم. رافينيا التي تحوم حوله بعض الشكوك، ولكن التصريحات نتاع الاداره امور كثيره غادي سوف تتغير. رافينيا قلنا بان العروض اللي جاتو من الدوري السعودي وهو يرفض الدوري السعودي، حتى ليفاندوفسكي يرفض الدوري السعودي، جيبوا له شي اوفر من شي جهه اخرى ممتاز غادي يمشي. فلهذا يعني صعب انه البارسا يقوم بعمليات كبرى في هذه الظرفيه. اقول في هذه الظرفيه ربما تتغير الامور، راه نهار الجمعه او السبت ان شاء الله غادي تكون لا سيناتور رسميه نتاع نايك، تما ربما نشوفوا واش نايك دخلت في القضيه نتاع ليبيرو، واش نايك بقات غير في يعني هذا موضوع اخر ما بغيتش نهضر فيه حتى يجي وقته، فما تبقوش تزربونا الله يخليكم. قلنا قول كل حاجه غادي نعطوها في وقتها، ما يهمنا الان هو تصريحات لابورتا. يعني لابورتا من سولوه على كيميش وسولوه على زوبيميندي بحال اللي تا اونانا بحال اللي تهرب من الجواب، يعني بحال اللي كما كنقولوا لابورتا دائما هذه خدمه الشبح كما كنسميها انا نسميه الثعلب الشبح، ديما كيرمي الكره لواحد. قال بانه يعني هو هضر بصفه الجمع، ولكن من بعد اش كيدير؟ كيرمي الكره في يد فليك، قال لهم اللي بغاها فليك. يعني خلينا فليك وشرحنا لفليك الوضعيه،
الاقتصاديه والوضعيه. وفليك دار واحد الدراسه على اللاعبين واقتنع، هو كيقول واقتنع بانه فليك ما غاديش يقوم بصفقات ضخمه. اللهم تاني فليك كان طالب يعني ببقاء ديونغ، ولكن من بعد شاف بانه الا خرج ديونغ راهم غتعوضوا لي بصفقه كبيره، فيعني الاكيد بانه البارسا لن تقوم بشيء كبير. ولكن ثاني واحد ناحيه اخرى، يعني لابورتا تكلم عن لاعب الارتكاز، يعني هذا هو الوعد اللي عطاوه الفليك. لابورتا واداره البارسا عطات واحد الوعد الفليك انها ستقاتل من اجل جلب لاعب ارتكاز. كي غادي يديروا جلبوه بغاو دوك الصفقات نتاع المعارين يطلقوهم وبديك الفلوس يجيبوا لاعب ارتكاز. هذه هي الاستراتيجيه الحاليه، بيسكو ما كاينش اموال راهم غادي يعتمدوا على بيع لاعبين معارين فقط. او بحال مثلا شادي مشى، راه الزلزولي تا هو في الطريق الى الذهاب. الزلزولي راه دخلت فيه مايوركا، بغات تشري الصفقه ديالو. البارسا يمتلكوا نصف البطاقه، يعني نصف الثمن غادي يديه البارسا. ما تنساوش توديبو حتى هو راه بغيتو مانشستر، عندهم نصف البطاقه. كاين واحد المجموعه نتاع اللاعبين البارسا كتصرف فيهم النص، ترينكا وزيد لينغليت زيد بزاف ديال الامور. فلهذا يعني الاستراتيجيه الحاليه البارسا باغي تخدم غير هكا، ولا تبيع شي لاعبين صغار من المدرسه نتاع بي من لاماسيا. اما النجوم الحاليين فصعب بيعهم، اولا لتراجع مستواهم، ثانيا شفت الفرق ما كيديش بطولات. حتى الفرق الاخرى كتقول لك نجيبوا لنا واحد اللاعب ما داولو مع الفرقه ديالو، يعني حتى القيمه ديالو الفنيه كتنقص. ماشي موضوعنا هذا. قال بالحرف الواحد لا نفكر في تعاقدات كبرى، ما يهمناش. قال لك زيتي يجب ان نراهن على اللاعبين الموجودين حاليا. هادشي اللي كنا كنقولوه من قبل، انا بدي قلتها لكم مرارا وتكرارا، ما تيقوش الصحافه. راه الصحافه تتكلم فقط، وانا كنجيب لك الخبر تاع الصحافه وديما كنقول كنعطيك الخبر كنقول لك ما تيقش. الاداره هذه نتاع برشلونه نعرفها منذ زمان، الان تحاول تهدئه الاوضاع فقط. ربما غادي دير صفقه، انا قلت لك الطريقه اللي غادي يديروا بها الصفقه، ربما دير شي صفقه قلت لك بهذه اللقطات هذه، ولكن الا دخلت اموال تقدر تزيد صفقه اخرى، لانه الاحتياجات الضروريه لاعب ارتكاز وجناح. وبصح الا بقى فيليكس حتى الجناح ما غاديش يبقى عنده دور. فيليكس وكانسيو كما قال لابورتا نريد استمرارهم، هذا راه غادي يبقى الوضعيه نتاع الانديه ديالهم. الا بغات الانديه ديالهم يعني اعارات جديده غادي يبقاو، ما بغاتش اعاره سنذهب للسوق وغادي يمشيو للسوق تعاقدات صغيره. كنقولها وكنعاود، راه ما تسناوش تعاقد كبير. الا ما دخلتش الاموال راه ما كاين والو، والطريقه الوحيده نتاع الاموال راني فهمتها لك، بيع اللاعبين المعارض ولا شي دراري صغار في المدرسه ما يحتاجوهمش صافي. المرشح الوحيد اللي غادي يخرج يعني من اللعب هو فاي، لانه هو الوحيد اللي جاب ثمن كبير. هذا فاي جايب واحد الثمن بصح فليك باغيه، الور فليك راه متمسك به، لانه ما تنساوش مارتينيز ربما سيخرج من البارسا، ما عندهمش باش يسجلوا العقد ديالو، وجا يعني صفقه حره، هو الوحيد اللي يقدر يخرج لانه فليك باغي فاي. ولكن فاي الارسنال عطات فيه فوق 30، لابورتا والله حتى يبيع دري صغير ما عمره لعب في يعني في الفريق الاول وتباع ب 30، صفقه ممتازه. حتى انا نقول لك ممتازه 30 40 بيع عمرو لعب، واخا تقول لي لاعب نتاع المستقبل بيعو دير في العقد ديالو بانه ممكن البارسا تولي تشري، ديرها كيديروا هذه العقود هذه. فلهذا يعني لابورتا تطرق يعني في المواضيع ديالو، يعني يشكر كسافي وشكر على العمل اللي قام به كسافي، وتطرق الى بعض اللاعبين اللي رفضوا يعني يخرجوا بحال ليفانتوفسكي. قال لك اودي لابورتا بلي انه رفض عروض سعوديه، هادي راه بزز عليك ما يخرجش، لانه لو كان تخرجوا تخلصوا 58 مليون اورو. خلينا من هادشي يا لابورتا الله يرحم الوالدين، هضر معنا شويه فاسو، هضر معنا رجله، ما تبقاش تدريبلي، حنا كنعرفوا هاد الامور هادي. الور يعني تطرق على ليفاندوفسكي وقال بان يعني نشكر ليفاندوفسكي لانه لم تغريه العروض. البارسا في حاجه الى الاموال ولابورتا يقول لك ليفاندوفسكي لا تغريه العروض. قلنا واش كاين في الطاجين؟ في كرش الطاجين شنو كاين؟ الا خرجت لك خصك تخلصوا 58 مليون اورو، علاش ما كيطرقوش لهاد الحوايج؟ علاش ما يهضروش بهاد الهضره هادي؟ فلهذا يعني قال لك عدم المساس ببيع اللاعبين الصغار، كذلك تجديد الثقه في بعض النجوم، وقال يعني بانه نجوم بحال اراوخو بحال كوندي لن تباع الا اذا حتى فرانكي ديونغ قال بانه ما يتباعش. نمشيو لواحد المساله اخرى تحدث فيها يعني لابورتا، يعني لابورتا قال انا لست راض على الوضع البدني هذه 3 سنين، كيشوف يعني الخلل بانه في الوضع البدني والوضع التكتيكي تحت قياده كسابي. بصح علاش ما هضرتش هذه 3 سنين؟ لماذا لم تتكلم حتى لدابا؟ حتى كملت بكسابي شللت به صفطو عاد بديت كتهضر، لانه جا اللي خرج لك عينيك فليك. المهم هذا مساله اخرى. يعني قال بانه فليك هو الرجل المناسب للمرحله القادمه، قال بانه البارسا تحاول حاليا جلب لاعب ارتكاز، هو هضر على لاعب ارتكاز فقط ولمح انه لا خرج فيليكس نجيب واحد الجناح.
شكون هو الجناح وكي دار الصفقة وبماذا وكيف وكذا، هذه أمور نجهلها. وتطرق إلى عودة يعني الكامب نيو الجديد، قال كي ولينا الكامب نيو الجديد إن شاء الله غادي يعني الأمور تبدل والنفسية نتاع اللاعبين تبدل والأمور المالية غادي تولي أحسن، لأنه الكامب نيو الجديد غادي يبقى يدخل إيرادات جد ضخمة، يعني حتى القوة يعني نتاع الفريق غادي تولي، لأنه يلعب في بلاده. دابا حنا كنلعبوا في واحد التيران براني، يعني تقريبا قال بأنه الكامب نيو الجديد غادي يغير بزاف ديال الأمور مالية كروية نفسية في الفريق. يعني هذه الامور اللي تطرق لها لابورتا باختصار، بالاضافه الى بعض القرارات الصعبه اللي اختتها الاداره ديالو، الا وهي يعني رحيل ميسي، رحيل كومان، رحيل تشافي. وقال يعني برر هذه الاشياء، قال انه يضع مصلحه النادي فوق اي شخص واي شيء. فهذه المساله انا اؤيد لابورتا، يعني عارفين بانه ميسي ما تقدرش تسجله يعني ومسائل كبيره، ولكن ثاني ميسي كان يجيب لك اموال ضخمه، يعني كان على لابورتا انه يلقى حل، انا نضحي بديونغ ونضحي بالربوش كامل ونخلي ميسي. ولكن ثاني واحد الناحيه اخرى، يعني بقاء ميسي في البارسا الى متى؟ يجي واحد الوقت غادي يمشي ميسي، ربما لابورتا زرب ميسي واحد شويه، ولكن كان يعني ذهب ميسي سياتي عاجلا ام اجلا. ثاني تطرق لابورتا الروكي كوندي مارتينيز روبرتو، وخلى هذا الشيء في نتفليكس، يعني المدرب هو يشوف شنو غادي يدير معاهم. ثاني هضر على واحد التعزيزات، الا وهي تعزيز يعني مركز الارتكاز، وهضر ثاني على واحد المساله اخرى، والا وهي يعني قضيه نيغريرا. انا هذه القضيه هذه بغيت ندير لها فيديو خاص، ولكن غادي نعطيك غير تلميحات، على لانه جات في لسان لابورتا في المؤتمر الصحفي ديالو، قال استغرب تصرفات ريال مدريد من قضيه نيغريرا، لانه دائما القضاء الاسباني كيبلع القضيه نتاع نيغريرا ويجي الريال ويفتح القضيه نتاع نيغريرا. يعني القوه نتاع ريال مدريد بالنسبه للقضاء الاسباني وبالنسبه للاتحاد الاسباني قلناها سابقا وسنعيدها مره اخرى، الاتحاد الاسباني يستمع جيدا لريال مدريد. ريال مدريد قال افتح القضيه افتحوها، ها هو ثاني نفس الشيء، القضاء الاسباني يبرئ لابورتا والاداره نتاع لابورتا من قضيه نيغريرا. من بعد غادي ندير واحد الفيديو فيه تفصيلي لهذه الاشياء هذه، يعني بغيت نعطيك غير الخلاصه ما وقع في المؤتمر. وقال ان الريال هو الفريق الاكثر استفاده من التحكيم، وقال ثاني بواحد العباره اخرى، ريال مدريد هو نادي الحكام بسبب يعني اصرار الريال على فتح هذه القضيه نتاع التحقيقات، هو خوف بيريز وريال مدريد من عوده البارسا الى قوتها، لانه ملي كتحل واحد التحقيق نتاع فساد راه حتى اللاعبين اللي يكونوا بارسا باغي تشريهم ما يتشراوش، ما يجيوكش يقول لك انا غادي نمشي لواحد الفريق فيه شبهات فيه. يعني علاش قلت لك انا باريس يحارب بارسا بشتى الطرق؟ علامة استفهام، يعني واحد السؤال للجماهير، علاش بيريز مصر على قضية نيغريرا مع العلم انه ثلاث سنين دابا والقضاء يبحث لم يجد دليل واحد، دليل واحد ما حضرك حتى المشجع المدريدي فراسو بانه هناك قضية نيغريرا. اختلقها يعني اختلقتها الصحافة المدريدية واختلقها بيريز، ومازال هذه القضية غادية معانا. جبدوا حتى ل 2003، ايوا من 2003 وانتم تبعتوا ما لقيتوش دليل واحد، وهذه ثلاث سنوات وانتم تبعتوا مازال ما كاينش دليل واحد، ومازال ريال مدريد مصر. علاش ريال مدريد يصر على هذه القضية؟ خوفا من عودة البارسا، وكذلك باش يغطي على الرشاوي ديالو وعلى الفساد ديالو داخل الاتحاد الاسباني وبالخصوص مع الحكام الاسبان. لكن العالم دابا حاليا كلشي يعرف، درك سير سول اليمني، سول القطري، سول السعودي، سول المصري، سول المغربي، سول الجزائري، سول التونسي، سول الموريتاني، سول الفرنساوي، سول الامريكاني، سول حتى الشينوي اللي خاطيه كره كيقول لك ريال مدريد هو ريال الفساد وهو ريال التحكيم. بصريح العباره العالم بدا يعرف الان من هم الفاسدون، ولكن بيريز ما حد بيريز باقي في الريال. هاد الامور غدس لانه السيد قوي جدا على الصعيد الوطني الاسباني، على الصعيد الاوروبي وعلى الصعيد العالمي، حتى ما يقدر يحل شي حاجه ضد الريال، ولكن عند ذهابه ستتغير امور كثيره. لن نستبق الاحداث. لابورتا ثاني قال بان يعني الكل اتهم البارسا والتحقيقات مازال ما بداتش، راه كان واحد الموقف من فرق في الاتحاد الاسباني، يعني موقف شديد ضد البارسا. ايوا دابا من جات التبرئه شنو غادي يوقع؟ قال لابورتا يعني سنحاسب الكل وسنرفع دعاوي ضد كل من اتهمنا. دابا جات البراءة، سنحاسب كل واحد. يعني هذا هو الملخص نتاع المؤتمر الصحفي الشامل نتاع لابورتا، ونتمنى أن الأمور توضحت الآن للمشجعين، وشكرا.